بحب باربيز زمان، وكانت هي بالنسبه لي الايكون اوف فاشن دريسز، واللبس بتاع باربي عامه كان هو السبب من زمان. ده من زمان ما كنتش عارفه ساعتها ان انا عايزه فاشن. يعني كنت بجيب القماش قصير صغيره وبقعد اخيطها بايدي واعمل دريسز جديده للباربي، و بجيب اي حاجه ينفع تتخيط، وكنت بجربها تبقى دريس لباربي. لعمري ما كنت عارفه ان دي هتبقى حاجه هشتغل فيها، يعني ما كنتش فاهمه ان في حاجه اسمها فاشن فيلد اصلا. زمان اول كولكشن كانت بليدز، جبت قماش وعملت الحاجات وصورتها، بدات اخد اوردرز على فيسبوك، بقيت فجاه فاشن ديزاينر. الفيلفت ينفع مع قماش انواع قماش تانية زي الدانتيل، الفيلفت تتركب له حاجه معاه، ممكن تبقى اكسسوارز، ممكن يبقى سيده اصلا لوحده. فعشان كده اخر كولكشن عملتها كلها فيلفت، وكل ايتم معاها يا اما سيده خالص فيلفت بس، يا اما معاها حاجه ثانيه. بحب الفيلفت لانه سهل انه يتشكل اي حاجه. تصميمات ليدي رويال فيلفت، لمستكم الخاصه من الفخامه.